عندما النائب يوسف الكلابي يتحدث بالدليل طبعا بفيديو للشيخ شعلان الكريم يمجد النظام السابق، يمجد طاغية، وعندنا الملايين، ها مو الآلاف، الملايين من ضحايا النظام السابق. ليش هنا يثير فتن؟ ليش مو كنائب يقوم بدور البرلمان الحقيقي؟ أنا هم دا أحكي لك، السيد دولة رئيس الوزراء الأسبق السيد نور المالكي طلع لتسجيلات، قال هاي التسجيلات مو إلي وهاي ما بي شيء حق. أنا هسه من حقي أتهمك، من حقك أنت شو تسوي تدافع عن نفسك. كان قبل شوية جهات معينة جو دا يهددوني بباب بيتي، بباب بيتي بالقادسية بمجمع الوزراء. من اللي هددك؟ مستعد هسه أتهم بيها أي جهة؟ من اللي هددك؟ مستعد أتهم جهات معينة مدفوعة، جهات سنية لو شيعية. أنا هسه هذا مو موضوع. لا 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 لا، لا هاي مهمة، لا مهمة والله. لا هسه الرأي هسه صدقني بذهن المشاهد راح يروح لأنه الفصائل المسلحة جت هددتك، فقول ما طول قلت، قولي منو على الأقل، على الأقل الجهات السنية الشيعية. لا أنا ما أقول لك فصائل مسلحة، بس أكو ضغط، اكو جهات لا اكو جهات سن... بالمناسبه الجهات السنيه عندها فصائل مسلحه لدو هسه حاليا، غير اكو جهات سنيه المعادين للتقدم، غير المعادين للتقدم كانوا هم يحجون وكانوا هم يثيرون فتن وكانوا يثيرون سوالف. انا هسه حنطيك ادله حتريحك استاذ محمد، بس خليني استرسل حتى توصلك النتيجه مثل ما انت تريد. تفضل. باوع، الاتهامات اللي وجهت لسيد نور المالكي دافع عن نفس الرجال، ايش قال؟ قال مو انا، راح للمحكمه برأته. انا دا اقول لك جوز هذا مقطع الفيديو للشيخ شعلان كريم مجتزئ، جوز ذكاء صناعي. تعرف انت هسه بالذكاء الصناعي اقدر اصور لك مقطع فيديو كامل تحكي بيه انت اللي تريده، فاحنا هسه ما بنبدا. استاذ محمد، يعني اكو مثل ما قلت انت السيد سالم كان ذكاء صناعي 2006 ماكو ذكاء صناعي. هسه طلع زين اوكي هيئة يعني. المساءلة زين زين على عيني وعلى راسي، انت عندك كاميرا صح؟ يعني هسه هنا تقدرون بعض الصور تطلعوها مضبوط؟ طبعا. حراويك شغلة جدا مهمة. لا لا لا، لا تراويني صورة، هذا مقطع فيديو لدقائق. لا لا لا، بلد الحديث معني مقطع الفيديو. الشهيد الله يرحمه يخطئ، هذا هاي صورة الشهيد أبو مهدي المهندس ببيت الشيخ شعلان، بمضيف الشيخ شعلان تمام. هاي ما معقول الشهيد مرحوم الله يرحمه، هاي مثلبة على الإطار أو مثلبة على الحشد يا أستاذ محمد. عد ما يستقبل أبد أبد عد ما يستقبل مثلا يستقبل الشيخ شعلان الكريم أو غيره، هاي المناطق لا 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 الحشد. الشهيد هو راح على بيت شيخ شعلان.